أهلا بكم. تصعيد لم ينفك يتواتر في فرنسا، مظاهرات واحتجاجات غاضبة ورافضة تنظمها نقابات ضد قانون التقاعد في البلاد، غضب في الشارع أشعل فتيله الرئيس إيمانويل ماكرون بإصراره على تنفيذ القانون قبل نهاية السنة، تقابله تصريحات أثارت استشاطة نقابية عندما أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون أن حكومته لن تتنازل في مواجهة العنف. فإلى أي مدى سيستمر غضب الشارع الفرنسي من تمرير قانون التقاعد؟ هل منحت أزمة قانون التقاعد فرصة للمعارضة من أجل الوحدة؟ أي قوة تستمدها النقابات من الشارع الغاضب لزعزعة التوازنات السياسية داخل منظومة الحكم؟ هل سيحسم المجلس الدستوري الفرنسي المسألة وينهي الأزمة؟ أم سيدفع بها نحو مزيد من التصعيد؟ ما السيناريوهات البديلة المطروحة؟ وما مدى تأثير أزمة قانون التقاعد في فرنسا على السياسة الخارجية للبلاد؟ تداعيات المظاهرات والاحتجاجات في فرنسا تلاحق الرئيس الفرنسي إلى بروكسل. ماكرون يؤكد على هامش القمة الأوروبية أن حكومته لن ترضخ للعنف ويتعهد بالتصدي لأعمال الشغب التي تخللت الاحتجاجات. تحركات في باريس ومدن فرنسية عدة دفعت أيضا إلى إرجاء زيارة كانت مقررة لملك بريطانيا تشارلز الثالث وزوجته كاميلا، ما أثار تساؤلات حول تأثير ما يحدث في فرنسا على السياسة الخارجية. إضرابات شلت البلاد وتسببت بتوقيف وإصابة زهاء 800 شخص. تتسع رقعة المظاهرات الرافضة لقانون التقاعد الجديد في المدن الفرنسية، ويرتفع معها منسوب التصعيد بين حشود الغاضبين وقوة مكافحة الشغب. اليوم التاسع من التعبئة الشعبية ضد إصلاح قانون التقاعد في فرنسا، خلف أكثر من 900 حريق في باريس وحدها، مع توقيف أكثر من 450 شخصاً على مستوى التراب الفرنسي. أحيي الشرطة والدرك ورجال الإطفاء. الرقم الأولي الذي أقدمه هو 903 حرائق مست مرافق عمومية وحاويات قمامة في باريس. هناك أيضاً 457 توقيفاً على المستوى الوطني. قوات مكافحة الشغب التي وجدت نفسها وحيدة في مواجهة حشود الغاضبين على الحكومة سجلت في صفوفها نحو 44 إصابة. يبدو أن الأزمة زادت من إصرار حكومة إليزابيث بورن على التمسك بقانون التقاعد الجديد مهما كانت التكلفة. الحوار الاجتماعي مفتوح بين رئيس الجمهورية والوزراء المعنيين والنقابات العمالية. لا أعتقد أنه سيتم سحب القانون بسبب العنف، لأن ذلك يعني أننا لسنا في جمهورية. تجاهل المسؤولين الفرنسيين مسيرات ملايين الرافضين إصلاح قانون التقاعد سيكلف فرنسا وفق مراقبين مزيدا من الخسائر السياسية والاقتصادية الباهظة. للمزيد حول الموضوع نرحب بالمحلل أو نرحب عبر سكايب المحلل السياسي فرانسوا دوروش. أهلا بك. السلام عليكم وعلى مشاهديكم الكرام.
ونرحب أيضا بالكاتب الصحفي ماجد نعمة، أهلا بك. أهلا وسهلا. وأبدأ مع الأستاذ فرانسوا دوروش. عندما يقول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن حكومته لن تتنازل عن قانون التقاعد في مواجهة العنف بالرغم من الاحتجاجات التي تعدت الأسبوع، كيف نفسر ذلك؟ المشكلة أن الغضب الآن في الشارع الفرنسي سيستمر بحسب التصريحات كل زعماء النقابات الفرنسية والأحزاب السياسية الداعمة لها، إلى حين أن تسحب الحكومة مشروع قانون التقاعد بأكمله. وهناك مقترح للسي جي تي، اتحاد العمال الفرنسيين، الذي التمس من رئيس الجمهورية تأجيل تنزيل قانون إلى حين إيجاد مخرج من هذه الأزمة. الآن فرنسا هي في خطر، وعلى الحكومة الفرنسية، على المعارضة الفرنسية، على النقابات أن تجد حلا لهذه المشكلة التعيسة. طيب الأستاذ ماجد نعمة، رغم كل ما تحدثه قرارات الرئيس الفرنسي ماكرون من تأجيج في الشارع، فهو متمسك بإصلاح نظام التقاعد ويريد تمريره قبل نهاية العام. ما نقاط القوة لدى ماكرون ليتابع كل هذه التطورات ويبقى متمسكا بقراره باعتقادك؟ الأستاذ نعمة؟ نعم، السؤال لي. قلت لك بالرغم من الشرارة الاشتعال والغضب التي خلفتها هذه أو هذا القرار، قرار التقاعد في فرنسا، إلا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متمسك بهذا القرار، ما نقاط القوة التي يملكها ليتابع كل هذه التطورات ويبقى متمسكا بقراره؟ يعني أعتقد أن الرئيس ماكرون، وهذا اليوم في صحيفة لوموند على الصفحة الأولى، تشرح كيف أنه يعمل بشكل منعزل عن الواقع وعن المستشارين. يعني هو لا يفعل إلا ما يظنه صحيحا، وهذا وكانت هذه النتيجة. وفي السابق أيضا يعني شهدنا في فرنسا نموذج من هؤلاء السياسيين، لنتذكر ما فعله جوبي، كان آنذاك رئيس وزراء شيراك، وكان هناك مشروع للعام 1995 للتقاعد، ولكن الشارع والنقابات والقوى السياسية تظاهرت لمدة 5 أسابيع، وفي نهاية الأمر اضطر إلى سحبه وإلى الاستقالة وإلى بعد إجراء انتخابات عامة. الآن وضع ماكرون هو أخطر بكثير من ذلك، أولا لأن الوضع الاجتماعي والاقتصادي في فرنسا لا يتحمل مثل هذه الأزمة، أزمة النظام والأزمة الاقتصادية والاجتماعية، خاصة وأن فرنسا تسير مغمضة العينين نحو حرب مع أوكرانيا، رغم أن الخطاب الرسمي يقول العكس. ثم أن علينا أن لا ننسى أن الرئيس ماكرون انتخب بأقلية بسيطة، ولم ينجح هذا، يعني ولم تنجو الحكومة من حجب الثقة إلا بفضل بعض الأصوات المعارضة، يعني الديغوليين أو الجمهوريين، والآن أصبح هو سجين هذه أو رهين هذه المعادلة، تستطيع المعارضة أن تسقطه ساعة تشاء. هي فضلت أن تمرر المشروع لأنه كان في الأساس مشروعا يمينيا ليبراليا، ولكن 70% من الشعب الفرنسي يرفض ذلك لأن بسبب التوقيت الخاطئ وبسبب طيب. المشروع الأستاذ نعمة الخاطئ. وصلت فكرتك، أعود إلى الأستاذ فرانسوا دوروش ونستكمل من النقطة التي توقف عندها الأستاذ قبل قليل بخصوص ربما المكانة التي يحظى بها ماكرون في فرنسا، وهو ربما انتخب من طرف أقلية قليلة فقط. إن كان ربما ماكرون لا يملك كل هذه الشعبية في فرنسا، باعتقادك لماذا يصر على هذا القانون دكتور فرانسوا دوروش؟
السيد ماكرون هو ليبرالي ولا يوجد هناك انتخاب ثالث لماكرون، انتهى يعني عند نهاية هذه المدة بعد 4 سنوات انتهى حكم ماكرون لفرنسا، والآن الوضع الاجتماعي والاقتصادي في فرنسا كذلك كان يعني هو عامل في تأجيج الوضع، لأن يعني نقول لأن ليس لأن النقابات نجحت في تعبئة الشوارع الفرنسية، ولكن لأن الأزمة الاقتصادية الآن تجاوزت كل الحدود، لهذا نرى كم هنا الغضب الشعبي على هذه الحكومة. فالنقابات الآن النقابات لم تفعل، إنها اقتطفت ثمرة الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المواطن الفرنسي. ونقول الآن أن الشارع على الإطلاق لو كان مشروع قانون قد وحد المعارضة، المعارضة السياسية هنا في فرنسا لكان قد أسقط الحكومة في البرلمان. فلقد يعني نحن تابعنا أثناء تقديم سحب الثقة من الحكومة التي تقدم بها حزب مارين لوبان، حيث امتنع حزب فرنسا لابية لا فرانس انسوميز الذي يزعمه جون ليك ميلانشون، امتنعت عن التصويت على هذا المقترح. يمكن نقول أن مشروع القانون وحد كل النقابات، لكنه زاد من شرخ أحزاب المعارضة ضد ماكرون، والآن أصبح ماكرون يعني سياسيا هو الآن يعني عنده الـ 49-1 يستطيع أن يفعل هذه المرة 11. وهناك لا يوجد هناك ديمقراطية، لا نستطيع أن نقول الديمقراطية هو طبعا دستوري، ولكن هل نستطيع أن نقول أن هذا القانون يعني صوت عليه البرلمانيون؟ لا بالطبع لا. طيب، وهل يعي دكتور أو الأستاذ ديروش ماكرون ما الذي ينتظر الشارع الفرنسي الرافض بغالبيته لهذه الخطوة؟ هل الوضع مرشح للتصعيد؟ المشكلة المؤسف أن النقابات قالت أنها ستصعد هذه أن ستصعد كل ما تفعله الآن، ونعتقد الآن أن ننتظر الآن ماذا سيقول المجلس الدستوري، لأن قرار المجلس الدستوري سيكون حاسما، وتصريحات كذلك السيد رئيس المجلس لوغون فابيوس قبل أيام كانت واضحة في هذا الاتجاه، حينما اعتبر أنه ليس هناك حالة الاستعجال من أجل فرض هذا القانون، بل وأن هناك مجموعة مواد داخل القانون غير دستورية، وذلك بحسب نصيحة مجلس الدولة للحكومة الفرنسية. وهناك احتمال أن يجتمع كذلك رئيس الجمهورية مع الزعماء النقابيين في غضون الأيام القليلة القادمة من أجل إيجاد حل مخرج سليم يحفظ ماء وجه رئيس الجمهورية والنقابات على السواء، بمعنى أن هناك احتمال تعليق أو تنزيل هذا القانون حتى يرجع الهدوء إلى فرنسا. طيب الأستاذ مجد نعمة، تداعيات هذا القرار تتجاوز قانون التقاعد، تجاوزت حدود البلاد، الضغوطات على ماكرون تأتي من كل مكان. في اعتقادك هل سينجح ماكرون بتقديركم في تخطي هذه المحنة إن صح القول؟ لذلك أعتقد أن فرنسا تسير نحو أزمة دستورية، أزمة نظام لأول مرة بهذا الشكل الحاد، لأن ماكرون كما قال الزميل يعني هذه آخر ولاية له، لا يستطيع أن يترشح لانتخاب لعهدة ثالثة، الدستور يمنع ذلك، لذلك فهو ينفذ تعليمات الاتحاد الأوروبي والنظام الليبرالي العالمي التاتشيري، في الوقت الذي كان لابد من العودة إلى حماية المكتسبات الاجتماعية حفاظا على التماسك الاجتماعي والاقتصادي في فرنسا، لأن فرنسا تمر الآن بظروف صعبة للغاية، وعلاوة على ذلك فإن أغلبية القوى المعارضة رغم أنها متنافسة بين بعضها بعض، وحتى النقابية يعني هو نجح، وهذا إنجاز لا مثيل له بالنسبة لعدم رؤيته السياسية، نجح في جعل النقابات
معتدلة التي كانت دائما تفضل الحوار إلى النزول إلى الشارع وإلى التظاهرات. عندما تم تمرير هذا المشروع بدل أن يعني يتصف بنوع من التقاء من التواضع إذا به يزيد الطين بلة ويصب الزيت على النار. طيب. ويقول يعني ويتقدم بأكاذيب لم يعد أحد يصدقها. طيب ابقى معي الأستاذ ماجد نعمة. أرحب الآن بالأستاذ الدكتور مصطفى بورزامة المحلل السياسي، أهلا بك معنا. تحية طيبة لك وصحة رمضانكم إلى كل الأمة الإسلامية وإلى ضيفك الكريمين. طيب رمضانك كريم دكتور. إذن هل ربما أو لماذا تصر الحكومة حكومة بورن على قرار يرفضه غالبية الفرنسيين؟ أكيد أنه عندما نتكلم عن فرنسا يجب أن نتكلم عن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها فرنسا. الشيء الثاني وهو ارتفاع غير مسبوق في المواد الغذائية، وأظن أنه فرنسا الآن تعيش أزمة حقيقية، أزمة ربما قد تكلم عليها بعض المفكرين الاقتصاديين حول أنه الآن الأزمة الروسية الأوكرانية، ونتكلم على أزمة كورونا خلفت هذه الأزمة، وفرنسا اليوم تتخبط. والدليل على ذلك زيارات رئيس ماكرون إلى بعض الدول الإفريقية التي كان في وقت من الأوقات يعني يستبيحون ثورة خيراتها إلى غير ذلك. اليوم الأبواب موصدة، الخروج فرنسا من مالي كذلك، نتكلم على الذهب ونتكلم على أشياء كثيرة جدا. أظن أنه حتى الاتحاد الأوروبي، ألمانيا اللي هي أقوى اقتصاد في أوروبا اليوم يعيش أزمة حقيقية على أرض الواقع. نتكلم اليوم كذلك على إنجلترا اللي هي بريطانيا، اليوم كذلك كان هناك نقاش ما بين نقابات العمال وكذلك الحكومة البريطانية، وكان هناك اتفاق نوعا ما لأنه أنتم تدركون بريطانيا لها مصادر أخرى في الاقتصاد. نتكلم اليوم على خروج العمال والنقابات كما تكلم تفضل الأستاذ حول أن النقابات في وقت من الأوقات كانت منقسمة، اليوم توحدت وخرجت إلى الشارع. هذا دليل آخر على أنه النظام في فرنسا بدأ ينهار، وكذلك هناك أجندة ربما ينفذها الرئيس ماكرون وهي آخر ولايته، الولاية الأخيرة لها. وأظن أنه هناك داخل النظام الفرنسي هناك إن صح القول بعض الدوائر التي تتحكم، والدليل على ذلك بعض الأشياء وبعض التصرفات التي يقوم بها النظام الفرنسي من هنا وهناك، من بينها بعض في دول إفريقية وفي دول كذلك إن صح القول دول مغاربية. اليوم أظن أنه النظام الفرنسي أمام أزمة حقيقية، وظن أنه في المستقبل سوف تتفاقم هذه الأزمة وسوف تزداد حدتها، لأنه هذا القانون هو مرفوض من طرف الشعب الفرنسي ومرفوض من طرف العمال. نتكلم اليوم كذلك على أنه كان لزاما عليهم أن يمرروا هذا القانون عبر البرلمان، ولكن لم يمرر عبر البرلمان، لم يناقش ولم يصوت عليه. أظن أنه حتى الحكومة اليوم تتعنت مع الشعب الفرنسي. لاحظنا أنه مؤخرا أنه حتى المواد الغذائية ارتفعت بشكل جنوني، يعني من 2 أورو حتى 5 أورو، يعني تقريبا 150%، وهذا في حد ذاته يضر بالحياة الاجتماعية داخل داخل فرنسا وداخل النظام الفرنسي. طيب الدكتور أو الأستاذ فرانسوا ديروش، في ظل تفاقم الوضع كما يقول البعض، هل سيحسم أو سيحسم المجلس الدستوري الفرنسي المسألة وينهي الأزمة، أم تعتقد أنه سيدفع بها نحو مزيد من التصعيد؟ والله هذا فقط المجلس الدستوري يستطيع أن يقول هذا الشيء، أنا لست منجم حتى أقول لكم ماذا سيقول بعد. بحسب تحليلك وتقديرك طبعا، ولكن قال السيد رئيس المجلس الدستوري لورون فارديس، قال بشكل واضح أن هذا الاتجاه يعني أنه ليست هناك حالة استعجال من أجل فرض هذا القانون، وهو من عرفه من اليسار الذي هو ضد هذا القانون. ولكن المجلس الدستوري ليس فقط السيد لورون فاربيوس، يوجد هناك يعني أعضاء آخرين، يعني سنرى ماذا سيصوت المجلس الدستوري. ولكن كذلك مجلس الدولة للحكومة الفرنسية قال بشكل واضح أن بعض المواد داخل هذا القانون هي غير دستورية، ونصح الدولة بإقالة هذه المواد من قانون التقاعد.
وعلى ما أظن أن 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 المجلس الدستوري يعني يمكن أن يحفظ باع وش رئيس الجمهورية والنقابة كذلك يعني بتعليق أو تنزيل هذا القانون بشكل آخر. طيب الأستاذ ماجد نعمة، أبقى معك في ذات السياق، ما المتوقع من المجلس الدستوري الفرنسي في هذه المسألة؟ هل تعتقد أنه سينهي الأزمة أم سيدفع بها نحو مزيد من التصعيد؟ يعني هناك قضيتين أساسيتين أمام المجلس الدستوري، إما رفض القانون جملة وتفصيلا أو جزئيا بسبب بعض المواد التمييزية داخل هذا القانون، خاصة بالنسبة للنساء ولبعض الفئات الاجتماعية، وإما القبول بإجراء استفتاء شعبي كما تطلب المعارضة، وهذا ممكن أن يكون مخرجا من هذه الأزمة التي وضع ماكرون نفسه فيها ووضع معه كل فرنسا. ثم هناك أيضا حلول، إنه استقالة الحكومة وحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات نيابية جديدة، وفي حال أن الأكثرية رفضت هذا القانون ما على ماكرون إلا أن يستقيل. يعني هذه هي القوانين الديمقراطية، لا يستطيع شخص واحد أن يكون على حق ضد الأغلبية الساحقة من الفرنسيين. هناك وإلا هناك أيضا القبول بمبدأ الحوار كما تنادي به بعض النقابات، ويفترض ذلك تجميد القانون إلى أن ينتهي الحوار ويتم الاتفاق إلى حل وسط. ويبدو أن ماكرون في نهاية الأمر سيختار إحدى هذه الخيارات، ولكن حتى الآن ما زال عنيدا متشبثا برأيه، وفي نهاية الأمر أعتقد أن هذا سيكلفه منصبه، لأن فرنسا لا تحكم بهذه الطريقة. حتى دوغول يعني عندما كان في أمام مأزق حل البرلمان ودعا إلى انتخابات جديدة وكلفه الشعب ومنحه الشعب ثقة مطلقة. ماكرون لا يتجرأ على ذلك، لأنه يعرف أن هذه السياسة الليبرالية تدمر أولا الدولة الفرنسية، دولة الرعاية الاجتماعية، وهو جاء على أساس برنامج ليبرالي تاتشري تدعمه فيه أوروبا وتدعمه المالية العالمية. ابقى معي، سأعود لك بعد قليل. الدكتور مصطفى بورزامة، هل تعتقد أن هناك نقطة عودة لحكومة بورن في ظل كل ما يحدث اليوم على الواقع؟ أكيد أنه عندما نتكلم عن هذه الأزمة التي تعيشها فرنسا الآن، هي أمام تجربة حقيقية. الآن سوف نرى هل فرنسا هي دولة مؤسسة حقيقة أم هي فقط يعني تتكلم هكذا وترافع في المنابر الدولية على أنها دولة مؤسسات. لأنه اليوم لو تلاحظي حتى السطورات الصفراء في يوم ما قمعوا، اليوم حتى اليوم لو تلاحظ هذا الشعب الذي خرج والعمال الذين خرجوا في مظاهرات قمعوا، وكذلك بالمياه، ضربوا بالمياه وبالغازات المسيلة للدموع إلى غير ذلك. أظن أنه الحكومة اليوم أمام اختبار حقيقي، هو أنه إذا كان فعلا هي دولة مؤسسة من المفروض أنه تقدم استقالتها رئيس الحكومة، إذا كان أو تقدم الاستقالة بالحكومة كاملة كما ذكر الأستاذ. أظن أنه السيناريوهات مفتوحة على مصراعيها، إما أنه سوف تكون هناك انتخابات مسبقة للنواب، أو أنه يكون هناك حوار حقيقي ما بين الممثلي العمال والرئيس الفرنسي مباشرة وليس مع الحكومة، لأن الحكومة أصرت إصرارا على أن هذا القانون يجب أن 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 يطبق إلى غير ذلك. أظن أنه أنا دائما أركز على أن فرنسا اليوم تعيش أزمة اقتصادية حقيقية
بفضل او بسبب ازمه كورونا وبسبب كذلك ازمه روسيا واوكرانيا. نتكلم كذلك على اليوم الشعب الفرنسي شعب اليوم يرى انه الافق مظلم وليس واضح المعالم، لانه هناك دول عظمى. نتكلم اليوم على كما قلت ألمانيا وما أدرك ما ألمانيا، يعني عندها الدخل القومي تقريبا في السنة 700 مليار دولار، وتعيش أزمة. بريطانيا نفس الشيء، بعض الدول الأخرى مثل إسبانيا ومثل كذلك البرتغال وإلى غيره. الاتحاد الأوروبي اليوم كله يعيش أزمة اقتصادية حقيقية، وأظن أنه الفرنسا اليوم أمام اختبار حقيقي، والرئيس الفرنسي هو مدفوع من طرف بعض الدوائر داخل النظام الفرنسي. هذا يدل على أنه داخل فرنسا هناك دوائر تتحكم في 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 القرار. أظن أنه اليوم الفرنسيون يخرجوا إلى الشارع. سوف نرى في الأيام القادمة هل سوف يستمع الرئيس الفرنسي إلى ما تقدم له النقابات، أو أنه سوف تكون هناك يعني تصعيد حاد جدا. سوف يكون إما أنه استقالة الحكومة أو حتى استقالة الرئيس الفرنسي. طيب الأستاذ فرانسوا ديروش، إذن المشهد ضبابي اليوم في فرنسا، وفي ظل كل ما تعيشه فرنسا اليوم، هل تعتقد أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيحل البرلمان ويفعل مثل ما فعل الرؤساء السابقون؟ أنا لا أرى حل، يعني حل البرلمان ليس بهذه السهولة، والآن لا يوجد أي شيء يجبر السيد ماكرون لحل البرلمان. السيد برلمان يعيش بعيدا عن الواقع، يعيش السيد ماكرون يعيش يعني هو اشتغل في البنوك قبل أن يكون وزيرا للمالية ووزيرا ورئيسا للجمهورية، والآن يعني يفكر كرئيس مصنع، رئيس مؤسسة، ويريد أن يتقدم، لأن هناك مشكلة في التقاعد في فرنسا، ولكن الطريقة التي استعملت ليست جيدة. لسنا مستعجلين حتى نفعل هذه المواد غير الدستورية وغير الأنيقة. لا نستطيع أن نجبر الشعب الذي انتخب ماكرون. 70% من الشعب الفرنسي هو ضد هذا القانون، قانون التقاعد. وكذلك الذي رأيناه قبل البارحة وقبل البارحة ويوم الاثنين في المظاهرات في فرنسا مؤسفة جدا. هناك عشرات الحالات التي تم توثيقها، الذين من المتظاهرين الذين اعتقلوا بدون أي سبب، وكذلك يعني أطلق سراحهم لأنه لا يوجد هناك أي أساس قانوني لاعتقالهم. المشكلة أن أصبحت هناك ناس يمشون في الشارع وأصبحوا يعتقلون لأنهم يعني أصبحت هناك نوع من التعصب أمام الحكومة، أمام الشرطة الفرنسية، وحق التظاهر وحق تعبير عن الرأي وحق يعني معروف عليه دوليا. وهؤلاء المتظاهرين الذين يأتون بالاحتجاج مرات يعني لا يوجد لهم علاقة بين بأشغال الشغب التي رأيناها مثلا. وهناك أنا أعرف كثيرا شخصيا كثير من المتظاهرين الذين تعرضوا للضرب ولا علاقة لهم بهذه الأيديولوجية. وهناك يعني هناك طرق ممنهجة من طرف الشرطة الفرنسية لاستعمال القوة، وكذلك لم نتعلم يعني لم تتعلم أن الشرطة الفرنسية كانت تتعامل مع المتظاهرين بهذا الشكل. رأيناها أنها تستعمل قنابل المطاطية التي لا تستعمل في أي دولة أوروبية، والتي أصبحت هناك ناس يعني أضاعوا العين أعينهم من أجل بسبب استعمال هذه القنابل المطاطية. ولكن على ما أظن أن الشرطة الفرنسية لم تستفيد من ماذا حصل من السترات الصفراء اللي حصل قبل أشهر وقبل 3 سنوات. ولهذا السبب علينا أن 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 نهدأ كل وأن أن 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 نتكلم، وأن يستقبل هذا الرئيس رئيس رؤساء النقابات حتى نستطيع أن نفعل
قانون آخر للتقاعد، ولكن قانون كل الناس متفقين عليه. طيب الأستاذ نعمة، إذا الوضع مقلق وجد متوتر نتيجة لما قاله الأستاذ فرانسوا دوروش الآن، وفي اعتقادك هل تدفع هذه الاحتجاجات وهذه التوترات التي تعيشها فرنسا اليوم الحكومة إلى التراجع عن قرارها في حال ما إن كان هناك تصعيد أكبر مما تعيشه البلاد اليوم؟ يعني بكل تأكيد يعني هناك حل، يعني ولكن على ماكرون أن يعي أنه يسير ضد الأغلبية من الفرنسيين، أي أنه يتصرف حتى داخل حزبه هناك أصوات ترتفع لتقول له أن عليه أن يقدم بعض التنازلات، لأن هذا القانون أولا ليس ضروريا وليس هناك عجز حقيقي داخل نظام التقاعد أصلا. يعني النظام الحالي نادرا ما يعني يذهب المواطن الفرنسي إلى التقاعد في سن 62، رغم أن هذا هو السن القانوني. يعني الذين الآن بدأ الشباب يدخلون سوق العمل في عام يعني في 25 و24 من عمرهم. إذا أضفنا إلى ذلك أن هذا القانون ليس فقط لا يقول فقط أن سن تمديد سن الذهاب إلى التقاعد إلى 64 عاما، ولكن يرهن ذلك بالعمل 43 عام، وهنا القليل من الفرنسيين يستطيعون أن يعملون 43 عاما. الكثيرون يذهبون حاليا يعني اليوم إلى التقاعد في سن 65 و67 وأحيانا إلى 70. لذلك هذا المشروع إيديولوجي عقائدي فقط لكي يرضي أربابه في الاتحاد الأوروبي، لأن هذه هي تعليمات الاتحاد الأوروبي الليبرالية التي تقضي بتدمير الدولة وفسح المجال أمام القطاع الخاص، وهذا ما رأيناه في أثناء معالجة أزمة الكورونا، لأن هناك أكثر من 300 ألف سرير تم تدميرها في 30 عاما الماضية، ولذلك كانت كلفة معالجة هذه الآفة عالية جدا ومكلفة جدا على بالنسبة لحياة المرضى الذين قضوا نتيجة هذه الآفة، وكذلك بالنسبة للميزانية الفرنسية. الآن بلغت ديون فرنسا حوالي 3000 مليار يورو، يعني لذلك هذه السياسة أثبتت فشلها، وكما نصح المجلس الاجتماعي والاقتصادي الفرنسي طلب من ماكرون أن يكون لا يتبع سياسة تقشف في هذا الوضع الذي يتميز بانخفاض القدرة الشرائية بتصاعد التضخم وزيادة الأسعار بكل المجالات، الطاقة والمواد الغذائية وما إلى ذلك. لذلك فأعتقد أن هذا كان الإصلاح الخطأ في الوقت الخطأ. طيب الدكتور بورزاما، أي تصعيد مرتقب في هذا الملف، وهل في اعتقادك ستنجح الضغوط الشعبية في تراجع حكومة بورن في هذا الملف؟ أكيد أنه الدول الأوروبية الآن تدفع ثمن تدعيمها لما يسمى بين قوسين الربيع العربي الذي كانت من بين مموليه هي فرنسا وبعض الدول الأوروبية. اليوم هذا الخريف العربي، سحر قوي نسميه الخريف العربي، نقل إليها في يعني على أرضها، وذلك بدءا في 2018 السطورات الصفراء. اليوم نظام التقاعد هو تقريبا فارق عامين فقط، يعني كان 62 ثم صعد إلى 64. يعني أظن أنه التصعيد سوف يكون، لأنه إذا لم يفتح الحوار الرئيس الفرنسي بينه وبين النقابات، وكذلك الشيء الذي يجب أن ندركه على أنه فرنسا اليوم تعيش أزمة، أنا أقول أزمة اقتصادية حادة. لماذا؟ لأنه بعض الشركات الفرنسية اليوم تقريبا هي على حافة الإفلاس، وكان هذه الشركات تستنتج دائما ببعض الدول الإفريقية
ربما لإعطائها بعض المشاريع وبعض الاستثمارات تحت الطاولة إن صح القول. اليوم النظام الفرنسي أمام إن صح القول أمام معجزة حقيقية لكي يخرج من هذا من هذه الأزمة الحادة. نتكلم على النقابات اليوم لأول مرة يعني النقابات تكتلت وخرجت يعني سواء كان يسار أو غير يسار خرجت اليوم وكذلك الشعب الفرنسي اليوم نتكلم على الطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة هي التي ربما اليوم تعيش أزمة وتعيش كذلك عدم استقرار صح القول داخل لأن القدرة الشرائية يعني أصبحت غير ممكنة بالنسبة نتكلم على الطبقة الوسطى والفقيرة اللي هي تقريبا 70% من الشعب الفرنسي. نتكلم اليوم كذلك على الحكومة هذه الحكومة الفرنسية لم تأتي بالجديد منذ تنصيبها إلى يومنا هذا لم تأتي بالجديد بالنسبة لي بالنسبة للفرد الفرنسي أو الشعب الفرنسي. أظن أن السيناريوهات كلها مفتوحة في الأيام القادمة أمام تصعيد سوف يكون هناك تصعيد إن لم يفتح القنوات الحوار وأنتم تدركون أن فرنسا تتشدق دائما على أنها بلد الحوار بلد كذا اليوم الشعب الفرنسي يجب أن يدرك على أنه فرنسا ليست تلك الدولة التي تتبنى يعني دولة مؤسسات بل هناك يجب أن تفتح الحوار إذا أردت أن تخرج من هذه الأزمة وأظن أنه هذا مستبعد لكن في هذه النقطة دكتور بورزاما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتكلم عن النقابات بأنها لم تقدم له أي مقترح وأي بديل بخصوص هذا القانون لا أظن ذلك لأنه المقترح الذي تقدمه النقابات اليوم هي أنه هذا القرار ليس في وقته وليس زمنه بل يجب أن ننتظر حتى نخرج من أزمة هناك أزمة طاقة وأنتم تدركون الإنزال الذي حدث هنا في الجزائر من طرف حكومة ورئيس فرنسي إلى الجزائر وكذلك زيارة الماكرون إلى بعض الدول الإفريقية إنما تدل على أنه هناك أزمة حادة داخل النظام الفرنسي وهناك أظن أنا أقول دائما هناك دوائر بعينها تتحكم في الكولسة بالنسبة لهذه القوانين. أظن أنه النقابات قدمت ربما بعض الاقتراحات أو بعض المقترحات ولكن هذا لم يكن على هوى الرئيس الفرنسي أو على هوى الحكومة الفرنسية. طيب وهنا سأسأل الأستاذ فرانسوا ديروش بخصوص مقترحات النقابات في هذه الخطة إلى أي مدى سيشكل هذا الأمر دافعا لماكرون للاستمرار في قراره؟ النقابات تريد فقط أن يسحب هذا القانون قانون التقاعد الأشياء واضحة بالنسبة للنقابات كل النقابات متفقة على هذا وهناك أصبح نوع من الراديكالية عند هذه النقابات وكذلك السيد ماكرون كذلك عنده نوع من الراديكالية لأنه لا يعتزم حل البرلمان ولا أو تعديل وزاري أو استفتاء عن إصلاح النظام التقاعدي ولكن طلب من هؤلاء الحاضرين من رؤساء النقابات في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع على حد أقصى بهدف تغيير فقط أسلوب وجدول أعمال الإصلاحات وهذا أنا يعني أن هناك يعني نوع يعني من يعني استحقار الشعب الذي يتظاهر في الشوارع الفرنسية وهناك نعرف أن عدد الموقوفين الذين وقفوا كما قلت لكم قبل قليل وكبير جدا وتطوروا أن منظمة العفو الدولية كذلك قالت يعني لا تريد الاستخدام المفرط للقوة والتوقيعات التعسفية من طرف الشرطة الفرنسية التي تخللت يعني في هؤلاء المظاهرات وعلى يعني السيد الرئيس ماكرون أن يتقدم بالمشكلة هناك على ما مثل ما قلت لكم ليس هناك حل يعني حل إلا إذا كانت المجلس الدستوري أعطى حل حتى يحفظ ما وجه ماكرون وما وجه رؤساء النقابات لأن أصبحت الآن هناك أزمة قوية أزمة كبيرة في فرنسا وعلى هؤلاء هذا المجلس الدستوري أن يعطي جوابه بأن هذا القانون غير دستوري حتى يسحب كاملا ولكن هذا لا نعرفه سنعرفه في الأيام القادمة. طيب الأستاذ نعمة الكل يجمع على أن النقابات توحدت من خلال هذه الخطوة التي أقدمت عليها حكومة بورن والسؤال هو أي قوة تستمدها النقابات من الشارع الغاضب لزعزعة التوازنات السياسية داخل منظومة الحكم؟
يعني المشكلة في إدارة هذه الأزمة أن الرئيس ماكرون لم يعد يعتمد على نصائح مستشاريه الثقين من قلب الدولة الفرنسية. أصبحت هناك شركات خاصة هي التي وتكلف مليارات من الدولارات هي التي تنصحه، وقد اكتشفنا مؤخرا أن إدارة أزمة كورونا كانت هناك شركة أمريكية هي التي تديرها، أي أنه خصص الدولة الفرنسية. يعني هناك تحول خطير في أسلوب الحكم الفرنسي، بدل أن يقوي الدولة ومؤسساتها هو يتجاهلها ويعتمد على المستشارين الأمريكيين. لذلك وصلنا إلى وهذه، وهؤلاء المستشارون لا يفهمون الوضع الفرنسي، الحساسيات الفرنسية ولا الاجتماعية. كل ما يهمهم هو الربح والربح والربح، لا شيء غير ذلك. لذلك الحوار الاجتماعي تضرر وغاب عن كل شيء. لذلك فإن طالما أن ماكرون لم ينزل من برجه العاجي ولم يخرج على مشورات الشركات الأمريكية الليبرالية، فأعتقد أن الوضع سيزداد سوءا، وقد نشهد أيضا يعني صراعا عنيفا داخل الشارع. يعني هو لم يتعلم شيئا من تجربة السترات الصفر، يعني كان السبب أقل من ذلك بكثير. الآن الوضع الاقتصادي وأسعار الطاقة أسوأ بكثير مما كانه قبل ذلك، وهو ما يزال مصر يحكم فرنسا كما يحكم شركة خاصة أو بنكا مصرفا خاصا. هذا هو جوهر المشكلة. طيب الدكتور بورزانا، إذن هذه الاحتجاجات التي أوصلت البلاد إلى توتر اجتماعي، وهذه البلاد كما سبق وذكرتم أنها تعيش وضع اقتصادي جد متأزم نتيجة للحرب الأوكرانية الروسية، إذن في اعتقادك كيف سيتعامل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع كل ذلك في ظل الخلافات مع المعارضة ومع النقابات تحديدا؟ أكيد شوف، حتى تركيبة الشعب الفرنسي الآن تغيرت، لأنه هناك يعني إن صح القول أجناس آخرين يعني داخل عندهم الجنسية الفرنسية. أظن أنه الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية تلعب دور كبير جدا، لأنه هذا ما ذهبت إليه الثورة الفرنسية في 1998 عندما جاءت لكي حقوق الإنسان وحق التعبير، حرية التعبير إلى غير ذلك، وكذلك الجانب الاجتماعي من الدولة الفرنسية، وهو دلالة أخرى. وربما أنه هذه الأزمة سوف تلغي هذا الجانب، وهذا الجانب أنا قلت 70% من الشعب الفرنسي هو يعتمد على الجانب الاجتماعي، وكذلك اليوم القدرة الشرائية يعني تنهار بشكل كبير جدا، أسعار المواد الغذائية في ارتفاع مستمر، حتى اليوم الغاز اليوم أو الكهرباء يعني تقريبا الآن كل عائلة فرنسية تدفع ما قيمته 500 أورو يعني في الشهر، وهذا يعني كذلك يدل على أنه هناك أزمة حادة اقتصادية. وأظن أنه الرئيس ماكرون يتعامل بعقلية المصرفي الذي يريد أن يربح، ويريد كذلك أن يدخل أن إن صح القول أن يضع عقلية المصرفي الذي لا يمكن له أن يرى الجانب الاجتماعي للدولة الفرنسية. وأظن أنه الآن فرنسا أمام أزمة حادة، ربما سوف تكون هناك تصعيد بالنسبة للاحتجاجات إذا لم يفتح الحوار، وإذا لم يلغى هذا، على الأقل يلغى في الوقت الراهن وأظن أنه هي منافية للدستور كما ذكر الأستاذ. وشيء آخر، أنه هذه الحكومة لم تقدم ولا شيء بالنسبة للشعب الفرنسي، رغم أنه هناك يعني دول أخرى عاشت نفس الأزمة، ولكن استطاعت أن تخرج، مثل كما قلت بريطانيا، إنجلترا. اليوم كان هناك حوار ما بين النقابات، وكان هناك يعني إن صح القول الكلام يعني يذهب ويأتي، من أجل أنه الرعاية الصحية أو الرعاية الاجتماعية بالنسبة لهذه الشعوب هي شيء يعني مقدس بالنسبة لهم، ويمكن أن نسمح فيه أو يسمح فيه الشعب. لكن أظن أنه هناك
التصعيد سوف يكون في الأيام القادمة. طيب. وأظن أنه هي اختبار حقيقي بالنسبة للرئيس الفرنسي وبالنسبة للحكومة الفرنسية وبالنسبة كذلك للنظام. طيب. في فرنسا. طيب الأستاذ فرانسوا ديروش، على ما يبدو أن ما يجري في الشارع الفرنسي يؤثر بشكل كبير على علاقات فرنسا مع دول أخرى، وهو ما عكسه إرجاء زيارة كانت مقررة لملك بريطانيا تشارلز الثالث وزوجته كاميلا. إلى أي مدى تخشى على مستقبل العلاقات الفرنسية مع دول الجوار في ظل هذه الأحداث؟ لا أنا أستطيع، أريد فقط أن أضيف شيئاً. أنا التقيت مع إنسان من مقربين على ماكرو، وقال لي بشكل واضح، قال لي أن القانون لن يسحبه ماكرو، لن يسحبه، ولكن إلا إذا مات أحد المتظاهرين، وهذا الأمر يعني خطير جداً. نعرف أن تصوروا لو أصبح هناك موت من هؤلاء المتظاهرين، يمكن أن يعود الرأي في هذا الموضوع في قانون، وهذا شيء مؤسف جدا. الشيء الثاني أن طبعا الملك شارل الثالث لن يأتي مع كاميليا إلى فرنسا في زيارة دولة، لأن طبعا القمامة في فرنسا موجودة وأصبحت مئات الملايين من الطن من أطنان في الشوارع، وأصبح هناك من يعني المنظر ليس أليق باستقبال ملك مثل الملك شارل في فرنسا، وهذا يعني اتفق عليه الملك شارل وكذلك السيد ماكرون على أن تؤجل هذه الزيارة، وهذا الأمر طبعا يعني معقول وطبيعي جدا أن تؤجل هذه الزيارة الرسمية، لأن سياسيا الفرنسيون لم يستطيعون أن يفهموا كيف نستقبل الملكة والملك شارل الثالث، وهنا في فرنسا الناس عندها مشاكل اقتصادية، مشاكل حتى تأكل في نهاية اليوم، والشارع الفرنسي الآن يعني أصبح يعني مكهربا، والآن لا يستطيع أن يقبل أي شيء من هذه الزيارات غير منطقية في هذا الأوان. طيب الأستاذ نعمة، رأيك بهذا الخصوص، وما مدى تأثير هذه الاحتجاجات على مستقبل العلاقات الفرنسية مع دول الجوار؟ طبعا هذه يعني ما يجري في الداخل هو يضعف الدولة في الخارج، هذا طبيعي، يعني نتيجة منطقية في السياسة الدولية. فرنسا الآن ليست في أحسن أحوالها، تحاول من خلال زيارة الملك شارل الثالث إليها لتحسين العلاقة السيئة التي كانت مع بريطانيا خاصة بعد البريكسيت. وإذا أضفنا إلى ذلك أن المحور الألماني الفرنسي الذي كان في عهد دوغول عماد السياسة الخارجية الفرنسية هو محور مهتز في هذه الحالات، إذا أضفنا إلى ذلك الفشل الذريع للسياسة الفرنسية في أفريقيا وفي بعض الدول العربية، وإذا أضفنا إلى ذلك دور اللوبيات المتناقضة في رسم السياسة الخارجية الفرنسية، لنجد أن فرنسا تخرج خاسرة كثيرا من اهتزاز الجبهة الداخلية. لكي يكون لدى فرنسا سياسة خارجية قوية عليها أولا أن تكون هناك جبهة داخلية صلبة، وهذا ما لا نشهده حاليا، لا بل نرى أن فرنسا تسير منحا خطيرا قد يؤدي إلى نوع من الحروب الأهلية. طيب الدكتور مصطفى بورزامة، كيف ترى الأمور بخصوص السياسة الخارجية لفرنسا بعد كل هذه الأحداث؟ أكيد أنه هذه الأحداث أثرت، لو تلاحظي حتى في الأزمة الروسية الأوكرانية في البداية كان رئيس ماكرون يعني يريد أن يتوسط ما بين روسيا وأوكرانيا، لأن لا وجود لفرنسا، ما عدا اليوم نتكلموا على ألمانيا ونتكلموا على بريطانيا هي التي اليوم تتصدر المشهد السياسي بالنسبة لأزمة روسيا وأوكرانيا. نتكلموا ثانيا على أنه تقوية الجبهة الداخلية هي بحد ذاتها
تستطيع من خلال أن تكون الجبهة الداخلية قوية، تستطيع أن تضع علاقات خارجية ويكون دبلوماسية قوية جدا. أظن أنه الآن فرنسا أمام، أنا قلت أمام اختبار حقيقي، لأنه سوف تؤثر، لأنه هناك أزمة حقيقية داخل النظام الفرنسي اليوم. كما ذكر الأستاذ هناك لوبيات تتصارع، لوبيات اقتصادية ولوبيات ربما حتى لوبيات أخرى داخل النظام الفرنسي، لأنه هناك إن صح القول تصادم ما بين المصالح داخل النظام الفرنسي، وهذا ما لاحظناه مؤخرا. حتى أنه القانون، هذا القانون ليس للحكومة، هذا قانون الرئيس الفرنسي في حد ذاته، يعني الحكومة تنفذ ما يقوله لها الرئيس الفرنسي في حقيقة الأمر. أظن أنه حتى مؤسسات الدولة اليوم، المجلس الدستوري وحتى المحكمة العليا أمام اختبار حقيقي، هل فعلا فرنسا هي دولة مؤسسة اليوم أم فقط هي شعارات كنا نستمع إليها هكذا وانتهى؟ لأنه اليوم النظام الفرنسي يعيش أزمة سياسية إن صح القول، أزمة نقبية، وكذلك أزمة إن صح القول أزمة اقتصادية حادة سوف نرى في الأيام القادمة. أظن أنه سوف يكون هناك تصعيد، إذا لم تجلس النقابات مع الرئيس الفرنسي سوف يكون التصعيد حاد جدا، وسوف يكون هناك أحداث ربما سوف تعصف بالرئيس الفرنسي، وربما سوف تكون هناك انتخابات رئاسية مسبقة أو حتى انتخابات برلمانية. طيب مسبقة. في هذه النقطة الأستاذ فرانسوا ديروش، إذا ما استمر الوضع على حاله، تعنت من السلطة وغضب لدى النقابات وفي الشارع، هل نحن في وارد تنظيم انتخابات مبكرة؟ ممكن، ولكن هل هذا ما يريده الشعب الفرنسي؟ طبعا يريدها الشعب الفرنسي، ولكن السياسيون الفرنسيون هم خائفون على مناصبهم كذلك، وهناك نوع من السيد ماكرون يعني يريد الآن تدابير حتى يعني الامتصاص الغضب الشعبي، ولكن على ما أظن فات الأوان، وننتظر كما قلت لكم قبل قرار المجلس الدستوري لا نستطيع أن نتكلم عن أي شيء، ولكن إذا كان المجلس الدستوري يعني سحب هذا القانون، يعني يمكن أن الدستور لا يجبر السيد ماكرون على حل البرلمان، ولكن أخلاقيا وإنسانيا وبشكل المنطق يعني سيجبره على أن يحل البرلمان، ولكن نعرف أن هذا الشيء حصل مع الجنرال دوغول. الجنرال دوغول اختفى من 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 باريس مدة 3 أيام ورجع، ومع ذلك يعني هناك ممكن أن يحل حل البرلمان، ولكن حل البرلمان ليس يجبر السيد ماكرون على فعله، وهذا السبب يعني هناك يعني سنرى ما كيف سيفعل الشارع الفرنسي. نعرف أن المتظاهرين الذين يخرجون للتظاهر لا يأخذون قوت يومهم، يعني الراتب في نهاية الشهر يكون أقل، ونعرف الآن أن الفرنسيين يعيشون في حالة اقتصادية سيئة. هل من ينجح؟ هل الشارع الفرنسي سيأخذ غوفانش، سيأخذ ثأره على الرئيس، أو الرئيس سيحل البرلمان ويفعل انتخابات شديدة؟ ولكن إذا فعل الرئيس الفرنسي هذه انتخابات شديدة سيكون هناك خطر بالنسبة له، وخطر كذلك بالنسبة لكل البرلمانيين الذين سيتركون مقاعدهم. طيب الأستاذ نعمة، فيما يتعلق بالمظاهرات التي تابعناها والتي على ما يبدو اتسعت رقعتها عبر مختلف المدن الفرنسية، ما هي أكبر المخاوف؟ هل الوضع الأمني اليوم في خطر جراء كل ما يحدث؟ يعني طبعا هناك وضع أمني خطير، لأنه إذا استمرت السلطة في عدم الاستماع إلى صوت الشعب ممكن أن ينتقل العنف إلى الشارع. حتى الآن المظاهرات النقابية كانت رائعة بدون عنف ما عدا بعض المناوشات، ولكن ممكن أن تتحول إلى أخطر من ذلك. لذلك لا بد، ثم أن هناك نقطة مهمة جدا علينا ألا ننساها، ماكرون انتخب ليس من أجل برنامجه بس، ولكن فقط للوقوف في وجه ما يسمى اليمين المتطرف في فرنسا، مارين لوبين بشكل خاص. الآن هذه السياسة مع الأسف الشديد تقوي هذا التيار في فرنسا،
وممكن إذا استمر الوضع في عدم الحوار وعدم التفاوض مع القوى الاجتماعية الحقيقية، ممكن أن نرى حكما فاشيا يخرج من أي انتخابات مقبلة، وهنا الخطورة الكبرى يعني. لذلك أعتقد أن على بإمكان ماكرون أن يتراجع وأن يتواضع وأن يستمع إلى صوت الشعب، لأنه هو الصوت الحقيقي الذي يستمع إليه وليس إلى مستشاريه الليبراليين. عند ذلك ممكن تهدئة الوضع، لأن الوضع الاقتصادي، فرنسا تواجه مشكلة اقتصادية، وضعا اقتصاديا ماليا خطيرا جدا، وهذا أيضا وضع معظم الدول الأوروبية والدول الغربية، لأننا نشهد حاليا تحولات في السياسة الدولية لا مثيل لها. لذلك لا بد من أن ينزوي على نفسه، أن ينزل من برجه العاجي ويتفاوض مع الذين انتخبوه أو من الذين لم ينتخبوه. طيب، وإن لم ينزل ماكرون من برجه كما تقول الأستاذ نعمة، ما السيناريوهات البديلة المطروحة إذن؟ المدولة هي إعادة بناء الدولة، دولة الاجتماعية، دولة الرعاية، لأن اقتصاد السوق في نهاية الأمر نحن الآن نشهد نتائجه الكارثية على النسيج الاجتماعي، على التصحر الصناعي، لأن ما سيتبع ذلك قانون التقاعد، هناك قانون سيمس بالوضع، الجامعات والمدارس تتحول إلى مدارس وجامعات مكلفة جدا للمواطن الفرنسي. الآن الجامعات هي شبه مجانية، ماكرون في برنامجه الليبرالي يريد أيضا أن يخصص ذلك تحت شعار الاستقلالية الجامعات وما إلى ذلك. لذلك يجب الوقوف في وجه هذا وإعادة بناء الاقتصاد الفرنسي، الدولة الفرنسية بشكل أكثر عدالة وأكثر توزيعا على كافة الفئات كما كانت دائما فرنسا، خاصة وأن الدستور الفرنسي يقول أن فرنسا هي دولة اجتماعية سوسيال. حتى الآن هذا البعد الاجتماعي بدأ ينهار، ونتيجة ذلك سنجد فعلا تصاعد الغضب والحقد. طيب، والصراعات في الشارع، وهذا خطير ليس فقط على فرنسا ولكن أيضا على جوارها. طيب الدكتور بورزاما، إلى أو ربما ما هو السيناريو المطروح وإلى أين سيتجه المشهد في فرنسا؟ أكيد أنه أنا تذكرت في الساعة ما قاله دوغي المستشار بوتين عندما تكلم عن النظرية السياسية الرابعة، وقال أنه الليبرالية هي متوحشة، هناك ليبرالية متوحشة تريد أن تمص دماء المواطنين في الغرب، نتكلم عن الدول الغربية من بينها أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. أظن أنه الآن تذكرت هذه النظرية السياسية الرابعة التي هذه يجب على الدول أن تكون يعني نصفها اجتماعي ونصفها إن صح القول برؤية اقتصادية تستطيع من خلالها الدول أن تطور نفسها. أظن أنه السيناريو مفتوح إذا لم يتنازل ماكرون عن هذا القانون، على الأقل في هذه الفترة سوف يكون هناك يعني أزمة حادة ما بين الشعب الفرنسي، لأنه الآن الأمر ما بين ماكرون وبين الشعب الفرنسي في حد ذاته، 70% من الشعب الفرنسي تقريبا سوف أو لا يقبل هذا النظام التقاعد الجديد اللي هو تقريبا فارق يعني سنتين. والله أرى أنه الأمر ليس بتلك الصعوبة أو بتلك يعني الحدة. أظن أنه الآن ماكرون أمام اختبار حقيقي، ربما أنه في الأيام القادمة إذا لم تكون هناك لم يخرج المجلس الدستوري بأي قرار وتشبث ماكرون بهذا القرار، سوف يكون هناك يعني على مستوى التظاهرات سوف يكون هناك حتى أمنيا فرنسا سوف تتضرر كبير، هناك تضرر كبير جدا، وأظن أن الأمور سوف تأخذ منحنى آخر ومنعرج آخر، ربما سوف تكون هناك إعادة هيكلة في النظام الفرنسي من أجل أن يكون هناك نظام اجتماعي الذي بنيت عليه في الثورة الفرنسية منذ القرن 18 إلى يومنا هذا. طيب، شكرا لك المحلل السياسي الدكتور مصطفى بورزاما. شكرا لك من باريس المحلل الفرنسي فرانسوا دوروش.
وشكرا لك الكاتب الصحفي ماجد نعمة. وإلى هنا مشاهدينا يأتي ختام عدد اليوم من برنامج نبض العالم، يلقاكم غدا الزميل عبد الغفور سلمان، إلى اللقاء.